من خلال شاشتكم الكريمة أتوجه يعني بالشكر إلى كل أبناء شعبي في ليبيا الخيرين الذين يسعون حثيثا إلى وجود حلول للمشكلة الليبية، وكذلك من خلال شاشتكم المتواجدة في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري في هذه اللحظات. يعني شكرا لك. الحقيقة يعني الوضع السياسي في ليبيا يتأزم، كلما نقول أننا سنصل إلى حل نجد أن هناك كثير من الأمور عقدت الوصول لهذا الحل. كيف ترى الأوضاع الآن؟ الأوضاع يعني لو انسحبنا بالتاريخ إلى الخلف قليلا هي ما هيش وليدة اللحظة الآن، وأنا أحدثك الأوضاع هي مشكلة تراكمية. نعم، بدأت في 2011 عندما أتت حلف الناتو والدول الغربية وأتت بالصواريخ، نعم، وأسقطت نظام كان قائم أو كذا، وساعدت الشعب الليبي في التغيير إلى الأفضل من المفروض. ولكن للأسف المجتمع الدولي لم يأتي بمشاريع سياسية صاحبة الصواريخ، أتى بالصواريخ دمر البلد وتركنا بدون مشروع سياسي، فتهافتت علينا الأمم من كل حدب وصوب. احنا كنا متفرقين شيع بعد 2011، توقعنا أن التغيير هذا بيكون للأفضل ولا زلنا نأمل أن يكون للأفضل بإذن الله تعالى، خلق الإنسان ليتجدد ويتغير. المشكلة اللي وصلنا لها اليوم في ليبيا هي حالة انسداد سياسي. نعم، انسداد سياسي هذا يعني بفعل الإنسان للأسف. نعم، ما هوش بعوامل الطبيعة أو شيء، لا، بفعل الإنسان وتمسكه بمغريات السلطة وغيره. لكن الوطن أكبر من الجميع، ولا يمكن أن نقف عند نقطة معينة. يعني الإنسان يعاني في ليبيا اليوم مشاكل كبيرة تفاقمت من 2011، يعني تنفسنا الصعداء، لكن عكس الكيرف نزل من جديد. نعم، وأصبحت الناس تعاني الآن. كل ما يهمنا هو إنقاذ الوطن الآن، لأن الوطن في حالة يعني في أزمة كبيرة تهدد بزوال الدولة الليبية، وهذا شيء لا نرضى نحن أبناء ليبيا حقيقة. يعني نعم، ليبيا مرت بمراحل عديدة من بعد 2011 لم تؤدي إلى نتيجة تذكر، لا على الصعيد السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي. خراب كامل طال الدولة الليبية في كافة مؤسساتها، صراعات مستمرة كنا نراها، حتى المؤتمر العام الذي كان موجودا في المؤتمر الوطني الذي كان موجودا في ليبيا في هذه الفترة لم يمارس الممارسة البرلمانية الصحيحة، فجاء مجلس النواب. ومع ذلك مسألة الانقسام ما زال موجودا، نرى المجلس الأعلى للدولة هناك ونرى مجلس النواب هنا في الشرق، رغم أن مجلس النواب يفترض أنه يضم كافة الفعاليات والرموز من كافة أنحاء الدولة الليبية. كيف يمكن الوصول